صباحكم الله بالخير مشاهدينا، نرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم شمس البحرين اللي نطل فيه عليكم من قلب مدينة شباب 2030. حلقتنا اليوم بعنوان قادة المستقبل، ومن خلالها بنكتشف معاكم شلون يتم تشكيل القادة الشباب اللي بيكون لهم دور بارز في بناء مستقبل البحرين. نبتدي حلقتنا بالحديث عن أهم الصفات اللي لابد أن يتحلى فيها القائد المؤثر وكيفية تطوير القادة في عصر الذكاء الاصطناعي. بعدها بناخذكم خلف الكواليس مع أحد المنظمين في مركز القيادة علشان نتعرف على تجربة التنظيم في هذا المجال، وبنختم حلقتنا بلقاء مع إحدى المشاركات اللي بتشاركنا تجربتها الشخصية والاستفادة الكبيرة اللي حققتها من الورش التدريبية اللي يقدمها المركز. حلقتنا اليوم حلقة مليئة بالإلهام والإبداع، فخلكم معنا. في قلب مملكة البحرين تبرز مدينة الشباب كمنصة رائدة تمكن الشباب من استكشاف إمكانياتهم وتطوير مهاراتهم. تجمع المدينة بين التعليم، التدريب والأنشطة التفاعلية في بيئة محفزة تساهم في صقل مهارات القيادة، التفكير الإبداعي والعمل الجماعي من خلال برامج متنوعة وورش عمل متخصصة. تتيح مدينة الشباب للشباب فرصة التعلم من خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات، مما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتحقيق طموحاتهم. هنا يتحول الشغف إلى إنجاز والطموح إلى واقع، لتصبح مدينة الشباب نقطة انطلاقة لكل شاب وشابة يسعون لبناء مستقبل مشرق. تعد مدينة الشباب أكبر فعالية شبابية في البحرين، حيث تجمع تحت سقف واحد مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشباب وتنمية مهاراتهم. تنظم المدينة سنوياً وتستقطب آلاف الشباب من مختلف الفئات العمرية لتوفر لهم فرص استثنائية للتعلم والتطوير. تركز مدينة الشباب على تطوير مجموعة من المهارات الأساسية التي يحتاجها الشباب في حياتهم الشخصية والمهنية. من بين هذه المهارات تأتي القيادة، الابتكار وريادة الأعمال في الصدارة. يتم تقديم ورش عمل مكثفة تغطي مواضيع متعددة مثل التكنولوجيا، الفنون والإعلام، وذلك من خلال خبراء ومتخصصين يعملون على توجيه الشباب ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم. بالإضافة إلى ذلك توفر المدينة بيئة تفاعلية حيث يمكن للشباب العمل في فرق، المشاركة في مسابقات وعرض مشاريعهم وأفكارهم. هذا النوع من التفاعل يعزز لديهم مهارات التواصل، التعاون وحل المشكلات بشكل عملي وفعال. مدينة الشباب ليست مجرد فعالية، بل هي تجربة شاملة تمكن الشباب من اكتشاف مواهبهم وتطويرها، وتزودهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل بثقة، بفضل الدعم المستمر من المؤسسات الحكومية والخاصة. تواصل مدينة الشباب دورها في بناء جيل واع ومبدع، قادر على قيادة التغيير في مجتمعه. مشاهدينا، بعد ما ألقينا نظرة عامة على مركز القيادة، خلوني أرحب بضيفي إبراهيم الأحمد، مدرب متخصص من مركز القيادة وريادة الأعمال، ومعاه بنسلط الضوء على كيفية صناعة قادة المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. صبحك الله بالخير يا هلا أختي. صباح النور، حياكم الله، شكرا لكم على هاي الاستضافة الجميلة. الشكر موصول لك على تواجدك معنا اليوم. ومثل ما ذكرنا في المقدمة، نبي نعرف الصفات الأساسية اللي لابد أن يتحلى فيها القائد المؤثر.
بالفعل. اليوم لما نتكلم عن القادة لابد أن يتحلون بصفات وقيم قد تختلف من قائد إلى آخر، لكن لو نروح في البداية إلى الصفات الأساسية لازم توفر في كل قائد، اللي هي خلينا نقول إن عنده رؤية واضحة، عنده أهداف يسعى لتحقيقها، عنده هوية وطنية، يتحلى برؤية الاستراتيجية، التفكير الإبداعي. قد تختلف الصفات القيادية طبعا من قائد إلى آخر، لكن دائما احنا نقول ان القائد دائما تكون عنده قيم وهوية وطنية يتميز فيها عن بقية القادة الآخرين. حلو، مثل هذه الصفات شلون ممكن تأثر على نجاح فريق العمل بشكل عام؟ طبعا لو نتكلم عن فريق العمل احنا دائما نتكلم عن فريق البحرين، ناخذه كمثال يحتذى به اليوم لدى مركز القيادة ولدى الشباب بشكل عام في المجتمع. اليوم فريق البحرين يركز على العمل الجماعي وليس على العمل الفردي. لو نتكلم عن الصفات القيادية اللي راح تأثر على طريقة العمل الجماعي أو فكر العمل الجماعي، راح نتكلم أن الصفات القيادية راح تخلق بيئة تنافسية في جانب العمل التعاوني أو العمل الجماعي، بالإضافة إلى أن تمكن الشباب من الوصول إلى الأهداف بشكل سريع، تكون عندهم رؤية واضحة للأهداف اللي يسعون إلى تحقيقها، تخلق روح تعاون إيجابية قد تكون إبداعية ومبتكرة في نفس الوقت. ممتاز، يعني إحنا اليوم كلنا نشهد تقدم التكنولوجيا وقاعدين نعيش من خلال يعني هذه التقدم التكنولوجي المتسارع مثل ما نقول، شلون تعتقد أن الذكاء الاصطناعي ممكن أنه يؤثر على دور القائد في هذا الوقت؟ طبعاً نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، يمكن هي من الأمور الجداً إيجابية اللي صارت لنا في هذه الفترة اللي ممكن أن نستخدمها بشكل إيجابي. لو نتكلم أن شلون ممكن تأثر على دور القائد، اليوم كقائد أنا استعمل الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني في جمع البيانات بشكل أسرع، صح. تحليل البيانات ممكن يساعدني في طريقة اتخاذ القرارات، في تنظيم الأمور. أيضاً بالإضافة أن الذكاء الاصطناعي راح يساعد في توفير الوقت لدى القائد في جمع المعلومات وتحليلها. بالضبط، لكن اليوم في مخاوف كثيرة بأن يعني الذكاء الاصطناعي راح يحل محل العنصر البشري في يعني مثل ما نقول مجالات متعددة. فباعتقادك هل ممكن أن الذكاء الاصطناعي ممكن أنه هو يحل محل القائد البشري القائد في المستقبل؟ لو نتكلم عن أن الذكاء الاصطناعي بيحل محل القائد، ممكن هذه الشيء يكون يخلق نوع من التوتر لدى القادة. اليوم الذكاء الاصطناعي ما بنقول أنه بياخذ مكان القائد بشكل كبير، كون أن القائد يتمتع بروح إنسانية بالحس الإنساني، صح. وهي شيء اللي ما يقدر يوفر لنا اللي هو الذكاء الاصطناعي. بالضبط. لكن في نفس الوقت اعتماد القائد على الذكاء الاصطناعي ممكن يرفع من سقف التوقعات سقف الطموح لدى القادة. لكن كمختصر لهذا الشيء أن الذكاء الاصطناعي شيء أمر جداً إيجابي، لكن في نفس الوقت ما نقدر نحكم على أنه يحل محل القائد كونه لا يقدر يوفر الجانب الإنساني لدى القائد. ممتاز إبراهيم، يعني شلون يقدرون القادة اليوم أنهم يستفيدون من أدوات الذكاء الاصطناعي علشان يعززون من قدراتهم، يعززون من مهاراتهم؟ أنت ذكرت أنه إحنا لابد أن إحنا نستفيد من هذه يعني المجال الذكاء الاصطناعي اليوم داخل بقوة في كل المجالات، فشلون ممكن أنه هو يعني يستخدمون أدواته نعم، نتكلم عن الذكاء الاصطناعي مع القائد. نفس ما ذكرنا مسبقا أن اليوم الذكاء الاصطناعي إيجابياته خلينا نقول تطغى على سلبياته في استعمالها. فاليوم أنا كقائد في حال استعمالي للذكاء الاصطناعي بيساعدني في توفير الوقت أول شيء، بيساعدني في اتخاذ القرارات، في رسم سياسات جداً واضحة، بيعطيني رؤية أشمل لجميع الدراسات المعلومات اللي أنا قد أحتاجها في يوم من الأيام. ربط التكنولوجيا وربط الذكاء الاصطناعي مع القيادة راح يخلق نوع من النقلة النوعية في مجال القيادة، راح يوفر اللي هو البيئة الأساسية لتوفر المعلومات، تحليل البيانات، راح يساعد في اتخاذ القرارات بشكل إيجابي ومدروس، راح يعتمد على إحصائيات، يعتمد على أرقام، ما بيكون اللي هو مجرد الربط العادي بين الذكاء الاصطناعي ودور القائد. ممتاز، وبما أن احنا ذكرنا الإيجابيات من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، هل في مخاطر محتملة ممكن أن يواجهها القائد لما يستخدم هذه الأدوات؟ طبعاً احنا مثل ما ذكرنا أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، صح. أما أنه يستعمل بطريقة إيجابية أو قد يؤدي استعماله إلى طرق أخرى سلبية لا تعقب، خلينا نقول مثلا ما تكون حميده لدى القائد. لكن المخاطر اللي قد تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دور القياده خلينا نختصرها في ان الاستعمال المفرط قد يؤدي الى انعدام دور القائد. ممكن الاستعمال المفرط في الذكاء الاصطناعي يقلل او الخبره اللي بتكون متوفره لدى القائد،
فاليوم القائد يحتاج إلى الخبرة التراكمية. الخبرة التراكمية ما بيقدر يحصلها من الذكاء الاصطناعي إلا في ميدان العمل. فهالشيء ممكن يكون خطر على القائد إنه ما يعطي الرؤية الواضحة مستقبلا في اتخاذ القرارات الفعلية أثناء العمل في فرق العمل. نعم إبراهيم، يمكن أبيك تخبر المشاهدين بشكل عام عن الاستراتيجيات اللي يتبعها مركز القادة في مدينة الشباب لصناعة قادة المستقبل اللي يقدرون يتأقلمون مع متغيرات العصر اللي نعرف إنها هي متسارعة. نعم، نتكلم عن محطة القيادة وريادة الأعمال. اليوم نعتبرها من أهم المحطات اللي موجودة في مدينة الشباب. اليوم محطة القادة تخلق صف ثاني من القيادات في مختلف الفئات العمرية اللي موجودة منها. طبعاً لو نتكلم عن المهارات والأشياء اللي توفرها محطة القيادة والاستراتيجيات، نتكلم اليوم عندنا فئتين، فئة الناشئة وفئة الكبار. فلو نروح إلى الاستراتيجية توفرها محطة القيادة، أول شيء عندنا التدريب المكثف واستعمال التكنولوجيا في اتخاذ القرارات في المشاريع والبرامج اللي يتم إعدادها في كمشاريع نهائية في البرامج. لو نأخذ على سبيل المثال عندنا برنامج هايبو يوث، برنامج وطني قيادي متقدم في أحد من ضمن أحد البرامج المطرحة في محطة القيادة. البرنامج يركز على أنه يعطي المشاركين تحديات، يخلق بيئة تنافسية عندهم، ممتاز. في النهاية هم قادرين على أن يخرجون بمخرجات خلينا نقول ابتكارية إبداعية، بالإضافة إلى وضعهم في اللي هي التحديات تحت العمل تحت الضغط، وهالشيء يبرز اللي هو صفات المشاركين وصفات القادة، مما يطور بشكل إيجابي من مهاراتهم، يظهرها بشكل أبرز للمجتمع. لو بنروح إلى جانب الناشئة، عندنا نتكلم اليوم عن برنامج Spark Youth Leaders، برنامج يختص في القادة لفئة الناشئة من عمر 12 إلى 14 سنة. هذا النوع من البرامج يمكن هذا المشاركين من الأخذ أو الإلمام بالأمور القيادية الأساسية، استعداداً اللي هي تطوير المهارات الموجودة لديهم في سبيل أن يخلقون صف ثاني من القيادات. حلو، هذه الاستراتيجيات المتبعة هل هي تركز على تنمية الصفات الشخصية في الشخص أو على التطور التكنولوجي؟ خلينا نقول أنها تركز على الجانبين. في بعض منها اللي يركز على الصفات الشخصية عشان تبرزها، في أمر آخر اللي هو استعمال أو إظهار التكنولوجيا أو اللي هو المهارات الأخرى باختلاف الفئات الموجودة فيها. يعني لو بتكلم عن الصفات الشخصية، اليوم البرامج قاعد توفر في مركز القيادة اللي هي مهارات التفكير الناقد، مهارات التفكير الإبداعي، اللي بدورها راح تنعكس على المشاركين في تقديمهم المشاريع اللي راح ترتبط في التكنولوجيا الحديثة. فاليوم استعمالهم للمهارات راح ينعكس في التكنولوجيا الحديثة في اللي هي توفير المعلومات في المشاريع النهائية، كون مركز القيادة يعتمد على اللي هو مخرج في نهاية كل برنامج اللي هو المشروع النهائي في كل برنامج يطرح فيه. حلو، ممتاز. إبراهيم، شلون تقدرون تضمنون ان القادة اللي يدد هذا لان يتمتعون يعني مثل ما نقول مرونة كافية على اساس انهم يواجهون التحديات الغير متوقعة في المستقبل؟ بالفعل، اليوم لو نتكلم عن البرامج ونتكلم عن مركز القيادة، اول شيء التدريب المكثف ووضع المشاركين في بعض التحديات راح يخلق لهم فرصة في التفكير الإبداعي، فرصة في التفكير النقدي، في حل المشكلات، تفكير خارج الصندوق، بالإضافة إلى أن يكون عندهم روح النقد والانتقاد في المعلومات اللي راح توفر. من خلال أيضاً إشراك المشاركين في التحديات، هالأمر راح يبرز لدينا المشاركين في خلق مرونة راح تكون موجودة لدي. حلو، إبراهيم، خلينا نختم لقائنا بأهمية الابتكار ويعني التفكير الاستراتيجي في هذا المجال تحديداً. نتكلم عن التفكير الاستراتيجي والابتكار وهذه الأمور، في النهاية هي راح تصب في مكان واحد اللي هي ابتكار حلول جديدة وتطوير السياسات اللي موجودة لدينا. فاليوم الشباب قادرين أن يتمكنون من هذه الأمور، لديهم القدرة، لديهم الرغبة، الأهم من هاي عندهم روح المبادرة في اللي هو خوض هذا الغمار. طبعاً في النهاية إبراهيم الأحمد، مدرب متخصص في مركز القيادة وريادة الأعمال، كل الشكر لك على هذا التواجد ويعطيك العافية. يعطيك العافية أختي، شكراً لكم على شكراً لك. مشاهدينا الحين خلونا ننتقل للزميل أحمد محمد اللي موجود في أحد أركان هذه المدينة. صبحك الله بالخير أحمد. يا هلا مرحبا فيك جمان، وصباح الخير عليك وعلى جميع مشاهدين برنامج شمس البحرين. مستمرين في مدينة الشباب، هالمدينة
اللي استمر عطائها المنقطع النظير بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. بكل تأكيد دائما ما يدعم الشباب البحريني في كل قطاعات. اليوم هالمدينة مستمرة. أول ما دخلت المدينة يمكن عجبني شيء متواجد في مدينة الشباب وهو التنظيم البحريني الخالص من بداية أول ما دشين باب مدينة الشباب حتى مرافقها المتواجدة اللي دائما وأبدا راح نطلعها وراح نغطيها في تغطياتنا المستمرة على مدار أسبوعين. أحد الكلاسات اللي أول ما دشيت القرية شفته أو أول ما دشيت المدينة شفته هو كلاس الحصاد. شدني اسم الحصاد، معنا أحد المدربين هذا الكلاس إبراهيم الإخلاصي. أكيد راح أفيك في البداية، عرفنا عن كلاس الحصاد وشنو قاعد يسوون في مدينة الشباب. أول شيء مرحبا فيكم. بالنسبة حق كلاس حصاد، أولا الفئة المستهدفة جدا مميزة، هي فئة الأطفال من 8 إلى 12 سنة تقريبا. في حصاد نركز على مهارات القرن الحادي والعشرين، مهارات أساسية تهيئ أطفالنا عيالنا شبابنا حق مستقبل باهر بإذن الله، وتركيزنا غالبا على المهارات اللي هم يحتاجونها حاليا في المدرسة واللي تأهلهم كذلك في المستقبل. أعمار صغيرة متواجدة معاكم، أكيد يعني شوي متعبين نقدر نقول في 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 موضوع تلقي المعلومة أو الأمور طيبة بالنسبة. لذلك في نقول استراتيجيات وأساليب خاصة حق هذه الفئة المستهدفة. عطنا بعض الاستراتيجيات. طبعا هم إذا بتعطيهم كلام 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 بيملون بسرعة، لذلك في استراتيجيات التعلم باللعب أو خلينا نقول التحديات اللي موجودة يحبونها، ندخل أشياء أو شخصيات هم يحبونها، فالمعلومة تكون بالنسبة لهم شوي مقبولة ويقدرون يقعدون أكثر، هذه المهم بالنسبة لنا. موضوع الابليكيشن، أنا أمس من دشيت القرية يوني صغيرات وقالوا لي إحنا عندنا ابليكيشن وعندنا مشروع وعندنا وعندنا وعندنا. من مهارات القرن الحادي والعشرين الثقافة التكنولوجية، فكان عندنا يوم عن الثقافة التكنولوجية كان مطلوب منهم بعض المشاريع، وهم هذه المجموعة اللي اجتهدوا كان باجتهاد شخصي منهم، حبوا الفكرة حبوا المعلومات اللي تلقوها ترجموها مباشرة إلى خلينا نقول عمل، وهذا الشيء المميز في هذه الفئة المستهدفة أنهم متحمسين عندهم طاقة، فمجرد أن أنت توجههم مباشرة ينطلقون. يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله نشوف هالشباب وإن شاء الله نشوف بذور هالثمرات اللي قاعد تزرعونها إن شاء الله أو نحصد هذه الزرع بإذن الواحد الأحد. الله يعطيك العافية إبراهيم. أيضا ينضمون معنا الشباب اللي قاعد يدرسون في 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 كلاس حصاد. أرحب فيك في البداية، شو اسمك وشنو قاعد تسوي في مدينة الشباب؟ اسمي سيد يوسف. سيد يوسف، شلون كلاس حصاد؟ شلون أجواء مدينة الشباب؟ أول سنة أنت متواجد فيها؟ إيه أول سنة، أحسن أجواء في العالم عندي أنا. هني حصاد أحسن برنامج هني عندي أنا. متحدي بحصاد، أحسن واحد هني. متحدي. يعني يلعبون يسوون تحديات واجد حلوة. الكواتم يسوون لنا ألعاب واجد حلوة. دائماً في الصيف نشوف الصغيرات يبون يسافرون. أنت تبتي مدينة الشباب؟ أكيد. كل سنة مباجي حصاد بعد. نفس الكلاس، ما تبي تغير؟ ما ابغى اغير. الله يعطيك الصحه والعافيه يا سيد. ايضا ينضم معنا احد الاطفال اللي متواجدين. انت من امس انا قلت لك شنو؟ قلت لك والله باخذك اللقاء كالحين انت ويانا في اللقاء. شنو الابلكيشن؟ اول شيء ايش رايك مدينه الشباب وشنو الابلكيشن اللي سويته؟ مدينه الشباب يعني حلوه وكذي، في اشياء يعني حلوه، وانا عجبني حصاد ويعني عجبني ذي البرنامج. ليش عجبك؟ لان في عمل جماعي وفي يعني ذي الأشياء. شنو الابليكيشن اللي سويته؟ شنو المشروع اللي سويته؟ مشروع ابليكيشن هو هذه تطبيق حق يعني تمثيل شو ايه، ويعني هذا الشو يطلعون الناس وافلام كذي حق يهال حق كبار. عقب اذا الابليكيشن نجح بتنساني؟ ايه ما انساك اكيد اكيد، بعد بتكون ويانا. الصحة والعافية، والله يوفقك إن شاء الله. أيضا تنضم معنا بنوتاتنا الصغيرة، شو اسمك؟ اسمي آمنة غسان. آمنة، تعال افترشي شوي. آمنة، شلون برنامج حصاد؟ شلون مدينة الشباب؟ مدينة الشباب حلوة، برنامج حصاد تعلمنا منه أشياء حلوين، سوينا صداقات، يعني أحس أن مدينة الشباب وايد حلو. بتجي مدينة الشباب السنوات الجاية؟ أكيد. كل ما أكبر كل ما بتذكر المعلمين أكثر. شنو الشيء اللي تحبينه في حصاد؟ حصاد أن إحنا نسوي صداقات، نثق بأصدقائنا. مثلاً عندنا أصدقاء
انه ما بننساهم من قلبنا، تعلمنا بعد اشياء وايد. انا ما ابي انسى معلميني، واحب حصول لان نتعلم اشياء جديده اول مره نعرفها. الله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه. يعطيك العافيه ايضا تنضم معنا بنوتاتنا الاخيره، يعطيك العافيه. شلون مدينه الشباب وش رايك في حصاد؟ طبعا مدينه الشباب اول مره اشارك فيها وان شاء الله اشارك فيها في كل سنه. وبرنامج حصاد يعني ما اقدر اوصف لكم شلون انا مستانسه فيه اكثر من برامج الثانيه اشوفها. والكوتش الله يعطيهم العافيه كلها يعني علمونا اشياء ويعلمونا عن مهارات القرن 21. تستمرين في مدينه الشباب؟ اكيد اكيد. موضوع الابلكيشن اخوك مساعد طلع صح؟ الحين انت موضوع الابلكيشن مو اخوك وياك في المجموعه. شنو الابلكيشن؟ الابلكيشن يتكلم عن اذا مثلا في اخوان يحبون ان يمثلون، بس يدشون على الابلكيشن وفي في ارقام، يدشون على واحد من الارقام، الرقم يتصل فينا وعقب هم يقولون اذا يبون يمثلون، عقب نقول لهم طرش لنا ايميلك هالاشياء، عقب ندخله معانا. بس هاي دعايه حصريه لك. حصاد شو؟ حصاد شو؟ ايه. الله يوفقكم ويعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيكم، شكرا. الجميل جمانة ومشاهدينا في الاطفال، يمكن احنا قبل واحنا اطفال كنا اذا نشوف المايك، ولليوم في ناس كبار يشوفون المايك يخافون منه، لكن الاطفال اليوم قاعد نشوفهم يتكلمون بكل طلاقه. وهذه هي هو دور مدينه الشباب، دور الكلاسات اللي متواجده بمدينه الشباب، دور المدربين اللي قاعدين يعطون الاطفال وقود جميل لمستقبل مشرق لمملكتنا الغاليه. بكل تاكيد راح اتواصل معاك جمانة في تغطيات من مدينه الشباب، لكن ارجع لك الكلمه في الاستديو. تفضلي جمانة. يعطيك العافية أحمد، وكلنا اندمجنا مع اللقاءات اللي أنت سويتها اليوم، لأن إحنا قاعدين نشوف أن تواجدك معنا هو فرصة نمنحها للطلبة اللي موجودين المشاركين بشكل عام من صغار إلى كبار، أنهم يعبرون عن ما بداخلهم وش كثر ممكن أنهم استفادوا من وجودهم في هذه المدينة. يعطيك العافية، وأكيد لنا راجع لك إن شاء الله في الوقفات الجاية. مشاهدينا، بلا شك أن القيادة ليست فقط مجموعة من المهارات، بل هي رؤية واستراتيجية تستشرف المستقبل. نتمنى أن نكون نجحنا في إلقاء الضوء على كيفية إعداد قادة قادرين على قيادة المستقبل بكل تحدياته. وفي فقرتنا القادمة بنتناول موضوع التنظيم داخل مركز القيادة، ولكن بعد هذه التقرير. في مدينة الشباب يتجلى التنظيم داخل مركز القيادة وريادة الأعمال كمنظومة متكاملة تهدف إلى إعداد قادة المستقبل. يساهم هذا المركز في تعزيز مهارات القيادة من خلال ورش عمل متخصصة وجلسات تدريبية مكثفة. كل شخص في هذا المركز يعمل بتناغم لتحقيق هدف مشترك، وهو تهيئة بيئة ملهمة تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم القيادية والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال ريادة الأعمال بتوجيهات دقيقة وتخطيط محكم، ليصبح التنظيم هو الأساس الذي يقوم عليه نجاح هذا المركز في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل. يعمل مركز القيادة وريادة الأعمال بمدينة الشباب على تقديم مجموعة من البرامج والورش التدريبية التي تركز على تطوير مهارات القيادة وبناء القدرات. يتم تنظيم هذه الورش بشكل منهجي ومدروس، حيث تبدأ بمرحلة تحديد الاحتياجات التدريبية للمشاركين، مروراً بمرحلة التصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، وصولاً إلى التقييم والتغذية الراجعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. من خلال بيئة تعليمية تفاعلية، يتيح المركز للشباب فرصة تطوير مهارات التفكير النقدي، التواصل الفعال، والعمل الجماعي، بالإضافة إلى التركيز على الابتكار وريادة الأعمال كمهارات أساسية لقيادة التغيير في المجتمع. هنا يتم تعليم الشباب كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة،
وكيفية اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتحقيق أهدافهم. يعتبر التنظيم داخل مركز القيادة وريادة الأعمال بمدينة الشباب حجر الأساس في تمكين هؤلاء القادة الشباب من تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع. مشاهدينا، في فقرتنا التالية بنسلط الضوء على تجربة التنظيم داخل مركز القيادة وريادة الأعمال مع حسن العباسي، منظم في مركز القيادة وريادة الأعمال. صبحك الله بالخير. يا هلا. أهلاً وسهلاً. شلونك؟ الحمد لله، الله يسلمك. إحنا اليوم يعني سعيدين بتواجدك معنا علشان نتكلم أكثر عن مركز القيادة والتنظيم فيه. فكلمنا في البداية عن دورك في هذه المركز، شنو المهام اللي تقوم فيها على في إطار هذه الدور؟ أولاً حاب أشكر وزارة شؤون الشباب على دعمهم للشباب وخلونا إن إحنا ننظم في المدينة. دوري كمنظم في مركز القيادة وريادة الأعمال يقوم على شفتين، شفت الصبح والليل. نقوم بترتيب الصفوف وطلب المدربين على طلبهم، مساعدة مع المدربين وتلبية احتياجاتهم أيضا. ممتاز. بالنسبة إلى وجودك في مدينة شباب، هي المرة الأولى اللي أنت تنظم فيها صح؟ لكن أنت متواجد في مدينة شباب. نعم. من متى؟ من 2014. كنت مشارك طول هذه الفترة تقريبا لمدة 10 سنوات. نعم. واليوم أنت منظم، فأنا بعرف شعورك لما أنت انضميت إلى هذه المدينة، لما أنت قمت بمهام مختلفة. يوم تلقيت الاتصال من وزارة شؤون الشباب أن تم قبولي في التنظيم في مدينة الشباب، تحديدا مركز القيادة وريادة الأعمال، أن يتم اختيارك من قبل مئات الأشخاص، هاي يعطيني الدافع أن أنا أبرز مهاراتي وأطورها. التنظيم في مدينة الشباب تجربة رائعة، وخصوصا من 2014 أنا مشارك، وأغلب البرامج اللي سجلت فيها كانت في برامج ليدرشيب واللي هو إعداد القادة وريادة الأعمال. ممتاز. بالنسبة إلى لو نتكلم عن الشخص لما يقوم بالتنظيم بشكل عام في مثل هذه الفعاليات، مثل هذه يعني مثل ما نقول الأنشطة اللي فيها دائما نشاط وتحديات وفيها حركة دائما، هل ممكن في تحديات واجهتك أثناء قيامك بهذه المهمة؟ الحمد لله التحديات اللي واجهها كانت تحديات يعني طبيعية في ضمن روتين العمل، مثل حل مشاكل الطلبة أول بأول وتلبية احتياجات المدربين، والحمد لله فضل الله ثم مشرفينا والمنظمين المركز اللي كل واحد يعرف دوره ومسؤولياته ما واجهتنا تحديات كبيرة. الحمد لله. أنت قلت من شوي إن من قبل كنت أنت دائما تحب إن أنت تشارك في يعني أنشطة تخص مركز القيادة. نعم. شلون تشوف تأثير هذه المركز تحديدا على المشاركين وعليك أنت؟ تأثير مركز القيادة وريادة الأعمال على المشاركين يكون تأثير لمدى بعيد. إحنا في المركز نركز على الطالب، سقط شخصية الطالب، إعطاء بعض الصفات القيادية والمهارات الحياتية اللي بيحتاجها في حياته العملية وحياته الدراسية. حلو. حسن، يمكن يعني نبي نعرف منك شنو الدروس اللي أنت تعلمتها لما قمت بمهمة التنظيم في مركز القيادة؟ تعلمت وايد دروس، أهمها التخطيط قبل كل شيء، وأهمية التواصل الفعال بينك وبين أعضاء المركز، أن كل واحد يعرف دوره ومسؤولياته وقدراته، هاي سهل علينا التواصل، بالإضافة إلى أهمية المرونة في التعامل مع الناس والمشاكل الغير متوقعة، ويوم بعد يوم أنا قاعد أتعلم درس جديد يطورني ويطور من مهاراتي. شنو اللي ميزت تنظيم الفعاليات في مدينة شباب 2030 عن الفعاليات الأخرى اللي ممكن تكون خارج إطار هذه المدينة؟ تنظيم الفعاليات في مدينة الشباب ومدينة الشباب تحديداً تتميز بعدة جوانب. اسم مدينة الشباب وحجم الفعالية والعدد استقطاب العدد من الطلبة المشاركين يحطنا في ضغط إداري كبير ونتطلب تنسيق عالي، بالإضافة إلى تنوع البرامج والأنشطة اللي تعزز مهارات الشباب في مختلف المجالات، وهي يعني العوامل اللي تخلي مدينة الشباب تجربة فريدة من نوعها. حلو، ممتاز. شلون تشوف مشاركة الشباب في مدينة شباب بشكل عام، وشلون تشوف انطباعاتهم حول البرامج والأنشطة والفعاليات الموجودة؟ مشاركة الشباب في المدينة مشاركة ملحوظة وفعالة، من قبل
من قبل ما تبتدي المدينة، نشوفهم في السوشيال ميديا يتحمسون يبون تبتدي المدينة، وخصوصا أول أسابيع يوم بدأت شفناهم يحاول محاولة التأقلم السريع بين المدينة والبرامج، وأسبوع بعد أسبوع إحنا قمنا نشوفهم يتفاعلون مع البرامج، برامج فعاليات المصاحبة والسوق الشبابي، ونشوف حرصهم الزايد على تعزيز مهاراتهم. هاي كان شيء يبين وسط عيونهم. حلو حسن، انت قلت من 2014 موجود في هذه المدينه، وكل سنه تشارك في يعني عده انشطه وعده فعاليات ومراكز مختلفه. إيه؟ ابي اعرف شنو الاشياء اللي انت حسيت ان هي تطورت فيك من ناحيه شخصيه، من ناحيه المهارات، الاشياء اللي حسيت ان فيها تغيير كبير من وجودك في هذه المدينه اول سنه الى وجودك اليوم. من 2014 انا دشيت كشاب عمري 9 سنوات، كنت شخص منعزل. الحمد لله بفضل برامج الإعداد القادم وريادة الأعمال طوروا وصقلوا شخصيتي، طوروا من مهاراتي الاجتماعية، من مهاراتي التحدث في المسرح، ويوم بعد يوم أنا قاعد أكتسب مهارات خارج المدينة وداخل المدينة. حلو ممتاز، وأكيد كان له تأثير حتى على يعني محيطك في الأسرة، يعني كان في تشجيع حتى منهم، فأبي أتكلم عن الدعم والتشجيع اللي أنت تحصله إن كان من أسرتك والأصدقاء والمحيطين فيك أو من الأشخاص اللي موجودين حتى في مدينة شباب. الأهل يعطيهم العافية، من العائلات اللي لازم تشغل روحك في الصيف، لكن كنت أشوف إخواني كل صيف يدشون برامج يتعلمون، أنا كنت يعني أصغر منهم، فيوم عن يوم كل ما أكبر أبي أسجل أبي أشارك، فالوالدة الله يخليها لنا ويطول في عمرها دائما كانت تحرص ان انا اسجل في برامج تطورني وتطور من نفسي. ما كنت تحس ان لا ابي اخذ اجازه شوي، ابي ارتاح من عقب المدرسه؟ في سنه مره قلت وخلتني الوالده، لكن صراحه ندمت ان انا ما شغلت روحي، حسيت بالملل، يعني حسيت بالفرق بين وجودك في نشاط وممكن ان فعاليه معينه ممكن ان انت تطور فيها من نفسك. اي نعم. حلو، اخر شيء ممكن انا اخذ منك نصيحه تقدمها لكل الشباب اللي عندهم رغبه للانضمام في العمل التنظيمي. اهم نصيحه اقدمها للشباب اللي حابين يتطوعون والعمل التنظيمي، اهم نصيحه هي لازم عندك صفتين، صفه الالتزام والمبادره. العمل التطوعي اساسه هاي الصفتين، انك انت تبادر عشان تخدم مجتمعك وانك تضحي من وقتك عشان تنجز العمل المطلوب منك، هاي شيء يعني لك وايد ويعني للجهه المنظمه وايد. طبعا اكيد احنا يعني سعدنا بتواجدك، وحلو ان احنا سمعنا منك تجربتك في التنظيم وتجربتك في المشاركه، واكيد انت كنت اليوم حافز للكثير من الشباب اللي يشوفونك وممكن انهم مع الايام ينضمون الى هذه المدينه. طبعا في النهايه حسن العباسي كل الشكر لك على هذا التواجد، وبالتوفيق ان شاء الله ان كان في المشاركات او في التنظيم. ان شاء الله اجمعين. ان شاء الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشاهدينا الحين بننتقل الى الزميل احمد محمد وبنشوف معه الاجواء العامه في مدينه شباب 2030. تفضل. متواصلين جمعنا في مدينه الشباب، متواصلين مع الكلاسات المميزه اللي كل اسم عن اسم يشدني اكثر ان انا اتعرف على الكلاس، اشوف شنو هو الكلاس، شنو اللي قاعد يعطونا المدربين. معنا عبد الرحمن المبارك، هو زميل في الوقت نفسه، هو اليوم مدرب في كلاس سبارك. شنو سبارك عبد الرحمن؟ برنامج سبارك هالسنه في نسخته الثانيه الحمد لله. كوني كمتميز في النسخه الاولى، انضميت تيم المنظمين في هاي البرنامج في النسخه الثانيه. كمشارك كان البرنامج ممتع، ان نتعلم اشياء قياديه اللي تفيدنا في حياتنا، تفيدنا في طريقه تعاملنا مع ناس في المجتمع، شلون نتعامل مع ناس في سوق العمل، ومهارات القياديه طبعا اللي تفيدك في كل المجالات، حتى تقدر تستخدم المجال في المهارات القياديه تستخدمها في مجال الاعلام، ويعني هاي شيء رئيسي. فتقديمنا للمشاركين هالسنه برنامج قيادي يعلمهم القيم القياديه اللي يحتاجونها كقاده وكاعضاء في فريق يكون في فتره محدوده، انت خلال شهر انك تكون فريق وانك تقدر عندك القدره انك تبادر تكون قائد حق مجموعة. هاي مهارة يعني جدا تفيدكم، مهارة جدا مفيدة لهم، خاصة في فترة الشباب كل سنة يشاركون في مدينة الشباب، يروحون برامج مختلفة يحتاجون ان يشتغلون في جروبات معينة، فاحنا نخليهم يستعدون حق مو بس
البرامج انه يستعدون حق حياتهم الاجتماعيه. فمثل ما قلت لك قيم القاده، شلون يتعاونون يسوون مجموعات، يكونون مجموعات وينظمونهم. فهاي يعني برامج اللي الممتعه اللي موجوده في مدينه شباب، وانا سعيد ان كوني كمتميز في النسخه الاولى ان اكون منظم مع الكباتن زملائي في النسخه الثانيه. يعطيك الصحه والعافيه. أعمار اللي متواجدة في سبارك وعدد الطلبة اللي متواجدين عندك؟ الفئة اللي موجودة في برنامج سبارك فئة 12-14 سنة. أعداد المشاركين بين 30-35 مشارك. الحمد لله يعني نتعلم منهم ويتعلمون منا. وهاي الشيء يعني إن نوصل لهم هاي الشيء، ترى مو شرط أنا كوني كمنظم إن أنا اللي أعلمك، بس نتعلم من بعض. هاي شيء وايد يساعدهم ويساعدنا احنا ان ندش في برامج ونتعلم من الناس اللي حوالينا. العافيه والصحه يا عبد الرحمن. ايضا معنا المتشاركين اللي يلا حياكم حياكم، هم قاعدين يتعازمون جمالا. لكن الجميل في عبد الرحمن واللي عجبني ان الطالب الفرصه له متاحه انه هو يصير منظم في الفتره اللي بعدها. امس خذيتك لقاء، كنتي في كلاس الاعلام، اليوم متواجده في سبارك، ليش اخترتي الاعلام وسبارك في الوقت نفسه؟ اخترت الإعلام، أول شيء اخترت القيادة لأن القيادة بتطور فيني أشياء وايد زين، وبتعطيني ثقة في نفسي وبتعلمني أشياء أنا أحتاجها في مجال الإعلام. أول شيء شلون أتكلم قدام جمهور، وهي من أهم الأشياء في البرامج القيادية وفي البرامج الإعلامية. وأنا وايد أحب الإعلام ووايد أحب وأهتم في مجال القيادة، فأشوف إن هاي الشيء وايد مهم. يعطيك الصحة والعافية. انتوا مستانسين على البريك اللي اعطيناكم ويانا، طلعناكم من الكلاس، يلا تعال يلا حياك، تفضل معانا. ايضا احد المشاركين، عرفنا باسمك في البدايه وليش اخترت سبارك. السلام عليكم، معاكم جابر جلامه، انا مشترك في برنامج سبارك يوث ليدرز. في برنامج سبارك يوث ليدرز تعلمت كثير واستفدت كثير، وتعلمت ان اتكلم بثقه. وفي خلال هالشهر في مدينه شباب تعلمت كثير من الأشياء، مثلاً تعرفت بالناس وشفت المكان إنه كثر شلون تطورت، وحتى مثلاً في الصف يعني استفدت إنه استفدت وايد من المدربين اللي معهم. إيه صح، وبعد إنه استفدت كثير معلومات، يعني حتى في الأول أسبوع في برنامج سبارك يوث ليدرز استفدت معلومات عن القائد، وثاني اسبوع عن تيم وورك ان شلون نكون كلكم مجموعة في مجموعه واحده. هاي اول سنه لك؟ هي اول سنه في مدينه الشباب. راح تتواصل راح تتواجد ان شاء الله. ان شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه. ايضا معنا المشاركه الاخيره، يلا حياك تعالي حياك، يعطيك الصحه والعافيه، شلونك؟ الحمد لله. ريما احمد الجهرمي. ريم، ليش دشيت سبارك وشلون اجواء مدينه الشباب؟ الصراحة هالسنة أجواء مدينة شباب وايد حلوة وصج خارج هاي العالم، واخترت هاي البرنامج لأن كنت عارف إنه بيساعدني وبيطور فيني وايد أشياء وأتعلم وايد أشياء منه، والبرنامج وايد عجبني وايد حلو البرنامج، أنصحكم فيه. تعلمنا مهارات التواصل وشون نقدر نتواصل مع شخص أو بشر، وشلون إن الكلام مو شيء الوحيد إن نقدر نتواصل مع شخص فيه. شيء ثاني ان هو يعني مهارات القائد وشلون القائد هو بيساعد فريقه، مو مثل ما هو يعطي اوامر، لا يساعد فريقه مع ويشتغل مع فريقه. وعجبني البرنامج وايد، وحين نشتغل على مشروع ان شاء الله بنعرض المشروع قريب. المشروع عن معسكر يوم واحد، ولازم احنا يعني نسوي المعسكر علينا، يعني احنا نسوي المعسكر. نادونا المعسكر ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله. الحين وين بتروحين؟ الكلاس يمين يسار ما في. يعطيك الصحه والعافيه. جمانة، الحلو في مدينه الشباب، وهي رساله لكل اولياء الامور اللي ابنائهم مو متواجدين في مدينه الشباب، ان اليوم ترى الطالب اللي يتوافد لمدينه الشباب في السنه الاولى واذا كان مميز راح يكون في السنه اللي بعدها والسنه اللي او عقب سنتين او ثلاث سنوات ركن من اركان المدربين اللي متواجدين في شتى كلاسات او مختلف كلاسات
مدينة الشباب. الجميل اليوم أن الطفل يتكلم وهو صغير. الجميل أن اليوم مثل ما عندنا مثال حي هو عبد الرحمن المبارك الضيف الأول اللي كان متواجد معي في السنة الماضية، كان أحد المميزين في كلاس سبارك. اليوم هو متواجد كمنظم، ففرصة جميلة لكل أولياء الأمور بأن أبنائهم يتواجدون في مدينة الشباب. إذا ما كان هالسنة، السنة القادمة بكل تأكيد راح أرجع لك بالكلمة، ولنا لقاءات قادمة في مدينة الشباب. يعطيك العافية أحمد، وإحنا شفنا حماس الأطفال وهم يتكلمون، وهذا الشيء حلو إن إحنا نشوفه في مدينة شباب 2030، إن الصغير اليوم والكبير يعرف يتكلم ويتكلم من قلبه، يعني تشوف إن الكلام يطلع وكأنه يعني شيء يحبه وفي عنده شغف فيه، فقاعد يتكلم ويعبر عن ما بداخله بكل حب وشغف. مشاهدينا بننتقل معاكم إلى فقرتنا الأخيرة اليوم، واللي راح ندردش فيها مع شابة من الشابات اللي استفادوا من الورشات اللي تم تقديمها في مركز التكنولوجيا بمدينة شباب 2030. معنا ياسمين إياد اللي راح تشاركنا تجربتها وشلون استفادت من هالورشات في تطوير مهاراتها. صبحت الله بالخير. أهلاً وسهلاً. جداً متشرفة بوجودي اليوم. أهلاً وسهلاً. طبعاً في البداية نبي نتكلم وياك عن تجربتك في يعني أول ما سجلتي في مركز التكنولوجيا. في البدايات أول تجربة لي في مركز التكنولوجيا كانت مليئة بالمشاعر مثل الفرح، الفضول، الحماس. يعني اعتبرت أول برنامج شاركت فيه في مركز التكنولوجيا كبداية لرحلتي في اكتشاف فروع التكنولوجيا، بحكم أن التكنولوجيا لها فروع كثيرة، وأيضاً لوجود رغبة كبيرة فيني لاكتشاف هذه الفروع بشكل أدق عن طريق مشاركتي في البرامج اللي تقدمها مدينة الشباب في مركز التكنولوجيا. حلو ياسمين، هذه أول مشاركة لك في مدينة الشباب ولا كنت مشاركة من قبل؟ لا كنت مشاركة قبل، هذه يعتبر ثالث سنة لي كمشاركة في مدينة الشباب. ممتاز. شلون حسيت أن أثرت فيك يعني هذه الورشة بشكل تحديدي؟ شلون حسيت أن تطورت مهاراتك وأن أنت صرتي اليوم أفضل مما كنت عليه؟ حسيت أن أثرت علي بأكثر من ناحية، من ناحية الشخصية ومن ناحية العملية. فمثلاً اكتسبت مهارات تصميمية، هندسية، عملية، وأيضاً اكتسبت مهارات البرمجة والتحكم، وأيضاً بوجودي في مجموعات جداً متعاونة من خلال مشاركتي في هذه الورشات حسيت أن هذه تطور من قدراتي التعاونية والعمل الجماعي. بالإضافة على ذلك البرامج اللي شاركت فيهم اللي كانوا متعلقين بالتكنولوجيا كلهم شجعوني على أني أنا أفكر بطريقة إبداعية أكثر وأني أنا أبتكر حلول مبتكرة للتحديات المطروحة. حلو ياسمين، أبيك تتكلمين أكثر عن الأشياء اللي تعلمتيها واليوم أن أنت قعدت تطبقينها في حياتك اليومية أو حتى في مجالك الدراسي. في البداية بالإضافة يعني إلى المهارات التكنولوجية اللي تعلمتها، تعلمت بعض من المهارات الحياتية من خلال مشاركتي في هذه الورشات، مثل مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات. هذا الشيء تعلمته في الثلاث ورش اللي دخلتهم اللي كانوا متعلقين بالتكنولوجيا. يعني إحدى الأشياء المشتركة في هذه الورش الثلاثة هو أنه كان يتضمن فيهم تدريبات عملية لحل تحديات تكنولوجية أو هندسية. حلو. فمن خلال تدريباتنا وتطبيقاتنا على هذه التحديات حسيت أن هذه طور من طريقتي في تحليل المشكلات وابتكار حلول مبتكرة لهذه التحديات. ممتاز. يعني ذي المهارة جدا فادتني في حل مشاكلي الحياتية بشكل فعالية أكثر. الشيء الثاني أيضا اللي هو العمل الجماعي والقيادة، يعني من خلال وجودي في العمل الجماعي في هذه الورش تعلمت من خلالها كيف أني أنا أنسق مع غيري، كيف أني أنا أحفز غيري لتحقيق الأهداف المشتركة بيننا إحنا كمجموعة. فهذا الشيء أيضا فادني في المشاريع الجماعية اللي تقدم لنا إياها المدرسة. فأنتي استفدتي ونقلتي استفادتك إلى الناس الثانية اللي يمكن أنهم يأخذون هذه الاستفادة منك ويستفيدون فيها في حياتهم. شلون تشوفين دور المدربين في الورشات؟ هل كانوا قريبين منكم؟ كانوا داعمين لكم دائما؟ الصراحة كل المدربين اللي متواجدين هنا في مدينة الشباب كلهم لهم دور فعال في البرامج اللي يقدمونها، لكن لو بالتحديد بتكلم عن البرنامج اللي أنا مشاركة فيه هذه السنة وهو برنامج ذكس، الصراحة كل المدربين كان لهم دور فعال وكانوا واقفين ومساندين في كل خطوة نتخذها في البرنامج. يعني لولا بفضل الله، بفضل جهودهم ووقفتهم ومساندتهم لنا كان ما وصلنا إلى هذه المرحلة من التقدم في البرنامج. ياسمين، قبل ما تدش هذه الورشة
ياسمين بعد ما دخلت هذه الورشة وتعلمت فيها، هل حسيتي أن نظرتك للتكنولوجيا تغيرت؟ كل تأكيد، يعني بعد مشاركتي بهذه الورشات حسيت أن نسبة من نظرتي للتكنولوجيا تغيرت. شلون؟ أولها من ناحية الإبداع، يعني من خلال مشاركتي تبين لي أن حتى في مجال التكنولوجيا صدق أنك تقدر تبدع فيه وتثبت نفسك أنك أنت الشخص مبدع في هذا المجال. والشيء الثاني ايضا تبين لي بعد يعني بعد مشاركتي بهذه الورشات سرعه تطور مجال التكنولوجيا وزياده الفروع اللي تندرج تحت مجال التكنولوجيا مع تقدم السنوات. فهذا الشيء وضح لي ان لو انا دخلت في فرع واحد من فروع مجال التكنولوجيا وحسيت انه ما ناسبني، في النهايه انا اقدر ان انا اغير وعادي ان يمكن خمس فروع غيرها ممكن هي تكون الانسب لي. حلو، ممتاز. بعد يعني ما شاركتي في هذه الورشات ابي اعرف شلون كان شعورك لما شفتي يعني اول نتائج المجهود من خلال هذه الورشات، هل كانت مثل ما انت توقعتي؟ بعد النظر لنتائج مجهودي بعد هذه الورشات حسيت ان كان نفس ما توقعت وافضل بعد، يعني جدا فخوره بنفسي وجدا فرحانه اني قررت اني اشارك في هذه الورشات، خاصه لما اتذكر ايش كثر استفدت من وراء هذه الورشات. انت كان عندك حب للتكنولوجيا قبل ما تدشين هذه الورشه؟ اي بكل صراحه. فيعني حبك وشغفك في هذا المجال خلاك تدشين وتتعلمين اكثر لانه في دافع من داخلك يبيك تكونين متطوره اكثر في هذا المجال، صح؟ اي صح. بالنسبه الى يعني نصيحتك انت اليوم لغيرك من الشباب، شنو تنصحينهم بما يخص مشاركتهم في مثل هذه الورشات اللي راح تطور منهم إن كانت في مهاراتهم الشخصية أو حتى مهاراتهم الحياتية بشكل عام؟ الرسالة اللي أنا حاب إني أوصلها للشباب اللي تابعونا اليوم إن لا تتوقفون أبداً عن الاستكشاف والتعلم في المجالات اللي تثير فضولكم. شعور الفضول والرغبة المتوسطة في الاستكشاف هي اللي تدفعكم إلى التفوق والتميز. الشيء الثاني أيضاً إنه ممكن من خلال وإحنا نحاول نتبع طريق إلى شغفنا ممكن يواجهنا بعض التحديات. صح. لما تواجهنا بعض التحديات المفروض ان احنا ما نخاف منها. بالضبط. المفروض نستغل ان هذه فرصه ان احنا نطور من مهاراتنا ونسقل فيها مواهب يدينا ممكن ان نستفيد منها مستقبلا. وفي النهايه ثقوا بالله وثقوا بانفسكم واتبعوا شغفكم وان شاء الله بتوصلون للغايه اللي ودكم توصلون لها. كلامك جميل واعتقد 100% وصل لكل الشباب اللي قاعدين يتابعونا اليوم عندهم شغف وحب لمجال معين انهم يجون مدينه شباب 2030 ويطورون من نفسهم اكثر لان اكيد وجودهم هنا راح يفيدهم. لو ابيك توصفين لي تجربتك في مركز التكنولوجيا بكلمه واحده، هل ممكن ان انت توصفينه؟ اي بالعكس، اذا اقدر اوصف تجربتي بكلمه واحده راح تكون محفزه. يعني تجربتي بالنسبه لي تجربتي في مركز التكنولوجيا كانت محفزه لعده اسباب، واولها هو التعلم المستمر. يعني في مجال التكنولوجيا كلنا نعرف ان المجال التعلم والتطور فيه دائما مستمر. صح. فهذا التطور المستمر حفزني خلاني اني انا شنو اني انا دائما انمي واطور من مهاراتي باستمرار. الشيء الثاني ايضا هو ان البيئه المتواجده هنا في مركز التكنولوجيا جدا مشجعه، يعني جو الابداع جو التفكير خارج الصندوق جدا محفز بالنسبه لي، حفزني وخلاني اني اتشجع اني اتعمق في مجال التكنولوجيا بشكل اكبر. انت ذكرتي كلمه التحفيز وانا اعتقد ان التحفيز هو يعني مثل ما تقولين الصفه اللي ممكن ان انت تخليك تمضين وتبدعين وتندمجين مع المجتمع وتكونين ذات اثر في مجتمعك بشكل عام. ياسمين شنو الخطوه الجايه بالنسبه لك؟ انت اليوم شاركتي في مركز التكنولوجيا وشاركتي في هذه الورشات التكنولوجيه، شنو الشيء اللي انت تطمحين له في القادم؟ في البدايه بس اذكر الخطه الاساسيه شنو الشيء اللي خلاني اني ابتدي اشارك في هذه الورشات. الشيء اللي خلاني اني اشارك في هذه الورشات لان بس انا ودي اعرف شنو هو التخصص المناسب لي في الجامعه في مجال التكنولوجيا. حلو. يعني في البداية حاولتني أتعلم من نفسي أن أكتشف أن شنو هو أنسب تخصص لي في الجامعة، لكن واجهت صعوبة في هذه الشيء. بعد ما قرأت بعض المقالات وشاهدت بعض الفيديوهات تعلمت أن أفضل طريقة أني أنا أقدر أكتشف فيها أفضل تخصص جامعي لي في مجال التكنولوجيا هو في البداية أولاً أنظر إلى الفروع المتواجدة في مجال التكنولوجيا وحاولني إما أني أجربهم عن طريق مشاركتي في الورشات المتعلقة بهذه الفروع أو أني أنا أقرأ عنهم.
ثانيا بعد القراءة أو تجربة الفروع أثبت لي على فرع واحد حسيته أنه هو الأنسب لي. بعد الثبات على فرع اللي حسيت أنه هو الأنسب لي، الخطوة الثالثة تليها أني أنا أبتدي أبحث عن تخصصات لها علاقة بالفرع اللي أنا حسيته أنه هو ميولي. يعني مثلا من تجربتي حاليا حسيت أن فرع الذكاء الاصطناعي هو أنسب فرع لي، فحين أحاول أني أنا أدور تخصصات لها علاقة بالذكاء الاصطناعي. ممتاز. مثل تخصص Data Science and Artificial Intelligence، هاي من إحدى التخصصات اللي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، حسيت أن لو دخلتها ممكن أنا صدق بقدر أظهر فيها إبداعات بشكل كامل. حلو، ممتاز. ياسمين، أنت اليوم مشاركة، هل ممكن مع خططك المستقبلية أن أنت تكونين منظمة في مدينة شباب؟ إن شاء الله، ليش لا، ليش ما نطمح حق الأفضل إن شاء الله. أكيد إن شاء الله، وإحنا أكيد نتمنى لك دائما أن تحققين الأفضل، توصلين إلى طموحاتك. باختم لقائي معك بنصيحة ممكن أن أنت توجهينها لكل اللي تابعنا اليوم عبر هذه الشاشة. نفس ما ذكرت في البداية، نصيحتي أن خلكم دائما واثقين من أنفسكم، وثقوا بالله أيضا أن لما تتبعون شغفكم صدق بتقدرون توصلون الى الغايه اللي ودكم توصلون لها اياها ان شاء الله. يعطيك العافيه ياسمين، يعني ونشكرك على تواجدك، واكيد انت الهمتي الكثيرين وحفزتيهم على المشاركه في مثل هذه الورش. يعطيك العافيه وشكرا لك. مشكوره. مشاهدينا، قبل ما نختم معاكم حلقتنا، خلونا ننتقل للمره الاخيره للزميل احمد محمد في احد اركان وزوايا هذه المدينه. تفضل احمد. عيالات جمانة، من جديد وسط مدينة الشباب، وسط الأجواء جدا جميلة المتواجدة في هذه المدينة. قبل ما أروح كلاس من الكلاسات، كنت بختم في طلعتي في مدينة الشباب لهذا اليوم، صادفوني بعض الطلبة اللي متواجدين من مختلف الكلاسات وأصروا أنهم يطلعون في لقاءات معاي، فأكيد الباب مفتوح لكم أن تتكلمون معنا في برنامج شمس البحرين. شو اسمك أول شيء، وأي كلاس أنتي، وش رايك في مدينة الشباب؟ أنا اسمي مريم الرئيس، أوكي، وأنا في Chance to Act. والله أنا وايد أحب مدينة الشباب، المكان وايد عود حلو، يعني وايد في يعني برامج تسوونها، وأنا في الصف اللي أنا فيه Chance to Act وايد أمدح فيه، لأنه وايد يسوون لكم يعني جو، يسوون لكم مسرحيات، رقصات، ويعلمونك الأساسيات علشان أنت تمثل. تبي تكون ممثل يعني في المستقبل، انت باكر تقدر تكون ممثل بهذه الاساسيات، يعطونك الاساسيات شلون انت تقدر تبت عشان تمثل، لان انت صرت يعني عوته بتمثل، تبي تصير في هوليوود، وايد يعطونك تيبس، يعلمونك شلون، يعلمونك وايد اشياء عن المسرح. طموحك تروحين هوليوود؟ اي ان شاء الله، طموحك وايد عالي. والله يكتب لك طموحك ان شاء الله. اقول لكم انا وايد امدحكم في Chance to Act، المكان يعني كنا كرو اسمهم ماسك كرو، يسوون مسرحيات، يدخلونك، يعطونك فرصة ان انت تطلع طاقتك وانت بعد يعني تمثل، ويعني Chance، هما اسمه Chance to Dance، ان يعطونك فرصة ان انت تمثل. يعطيك الصحة والعافية، والله يوفقك ان شاء الله. تنضم معنا ايضا مشاركة اخرى من مشاركات مدينة الشباب، في اي كلاس انتي؟ اول شيء شو اسمك؟ اسمي الجوهرة عاصم الحامد. جوهرة، ما شاء الله اسمك جميل. اي كلاس انتي؟ وحابة الكلاس ولا؟ أنا في كلاسين مشاركة في إثراء جونيور ومشاركة في يانج أرتست. أول شيء إثراء جونيور صف وايد حلو، وكلنا نتسلي فيه ونلعب ألعاب ونتعرف على بعض ونسوي وايد أشياء، ويانج أرتست نرسم فيه ونسوي ماستر بيسز ونتعلم أشياء ورسومات صارت من قبل آلاف السنين. في رسمة معينة تبي تروينا إياها رسمتيها؟ يعني الحين قاعد نشتغل على ماستر بيس، وان شاء الله لما اخلص راح اوريكم اياها. اي واحد تحبينه اكثر، اي كلاس؟ اثراء جونيور. ليش؟ انا في لعب. لا، اي صحه والعافيه، شكرا. ايضا ينضم معنا شباب متواجدين معنا مشاركين. تعال اول شيء هنا، تعال تعال تعال، ايوه جاب الكاميرا. شو اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، اي كلاس انت، وش رايك في مدينه الشباب؟ انا في كلاس Chance to Act تحت 3/5 و2/4 بباركور. الكلاسات وايد حلوة وعجبيني، وأنا وايد مستانس إني موجود هنا. أول سنتي مدينة الشباب؟ لا، هاي ثالث سنة حالياً. ما شاء الله ثالث سنة. وبتي السنة الجاية؟ أكيد طبعاً. بتغير الكلاس ولا؟ إيه، كل مرة ننوع عشان جديد نجرب. يبي لك تجرب كلاس الملاكمة. إن شاء الله. تمام؟ تمام. يعطيك الصحة والعافية، شو اسمك؟ اسمي عبد الوهاب. عبد الوهاب. عبد الوهاب جاب الكاميرا شوي. عبد الوهاب، أي كلاس أنت، وش رأيك مدينة الشباب؟
أنا كلاس نفس حمان تشانس تو أكت وبعد باركور. الشباب كشكل عام وايد حلوة حق يعني الشباب، يعني يفرغون طاقتهم في الإجازة الصيفية. ترابع قبل السنة اللي طافت. السنة اللي طافت تعرفتوا على بعض في مدينة الشباب؟ إيه في الباب. حلوة مدينة الشباب نتعرفكم على بعض، تشوفون رابع يدات، تعرفون على ناس يدات. اوكي. متى السنة الجاية؟ إن شاء الله. صحة والعافية وما قصرتها. وها شو اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن أي كلاس؟ أنا في كلاس جرافيك بيس ومحطة الفضاء. محطة الفضاء ما شاء الله، محطة الفضاء شنو يعطونكم فيها؟ يعطونا يعني الغزاز يعني كذي يعني ألعاب بدري شنو، لكن بعد أهم شيء بعد يدرسونا شوي عن الفضاء شنو هذي شنو فائدته شنو العكس الفائدة في الفضاء كذي. يعطيك الصحة والعافية وما قصرت. أنت أكيد جمانة ها بعدها بيطلعون الغات. يلا تعالوا تعالوا. شو اسمك؟ راشد فهد. راشد أي كلاس أنت؟ حصاد. حصاد؟ إيه. جيناكم من مساعة، سويت أبليكيشن سويت شيء؟ سوينا من قبل يا مجموعاتنا. حلوة مدينة شباب ها؟ إيه. أنا جيت قبل سنتين. إيه. وإن شاء الله السنة الجاية بعد. إن شاء الله. وأنت شو اسمك؟ علي. علي أي كلاس؟ أنا أروح كرة قدم وكاراتيه وأروح بوكسينج. سجلت جول اليوم ولا؟ إيه. كم جول سجلت أكيد؟ أكيد أكيد. كم جول؟ جولين. جولين؟ يلا يعطيك الصحة والعافية. بكل تأكيد جمالة الأجواء جدا جميله بين الطلبه المتواجدين من مختلف كلاسات مدينه الشباب. اكيد راح نكون متواصلين في تغطيتنا على مدار 10 ايام من مدينه الشباب من هذا المكان جدا جميل. ارجع لك بالكلمه في الاستديو، تفضل يا جمال. قواك الله احمد. وطبعا كلنا مستانسين يعني مثل ما تشوفون الابتسامه موجوده يعني على وجوهنا دائما، لان حلو ان احنا نسمع من هاي الفئه من المشاركين، حلو انهم قاعدين يتعرفون على بعض من خلال وجودهم في مدينه شباب، يكتسبون صداقات جديده، يتعرفون على ناس جدد ممكن انهم يضيفون لهم في حياتهم بشكل عام. وان شاء الله يتجدد لقائنا معاك احمد بكره. وبكذي نكون وصلنا معاكم مشاهدينا الى ختام حلقتنا الخاصه بقاده المستقبل من مدينه شباب 2030. سعدنا بالحديث مع مجموعه من الشباب الطموح المساهم في بناء مستقبل افضل بفضل الورش اللي شاركوا فيها سواء في التكنولوجيا او حتى في الرياده. نتمنى ان ساعتنا الصباحيه كانت ممتعه. ننتظركم باكر في نفس الموعد ومع السلامه.